ارتبطت جماهير الأهلي بأنجولا وبلاعبيها عبر تاريخ ممتع قدمه المهاجم فلافيو وزميله جيلبرتو في الجيل الذهبي للقلعة الحمراء بجانب أبو التريكة، محمد بركات، عماد متعب، محمد شوقي، عماد النحاس، حسام عاشور، وائل جمعة. لم تفقد جماهير الأهلي تواصلها بالثنائي التاريخي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو من خلال إخلاصهما وتواصلهما الدائم بناديهم في كل الأوقات والمناسبات. قدم الفهد الأسمر جيلبرتو دليلاً قوياً بدور مؤثر في ضم القاطرة الأنجولية الجديدة جيرالدو للأهلي خلال شهر يناير الجاري. جيرالدو الأنجولي الجديد في صفوف الأهلي، ولد في 23 من نوفمبر عام 91، خطف الأنظار بقوة مع ناديه أول أغسطس خلال فعاليات النسخة الماضية بدوري أبطال إفريقيا عبر أهدافه وانطلاقاته التي تعلقت بها جماهير الأهلي ومن قبلهم جهازه الفني. فطار مهندس الصفقات عدل القيعي إلى أنجولا، عاد باللاعب الذي أظهر مستوى مميز في الوقت الذي شارك فيه مع فريقه الجديد. جيرالدو قاطرة أنجولا وفهد الأهلي الجديد في قناة الأهلي.